بعد طول انتظار أصبح بإمكان الأطفال المصابين بمرض التوحد في ولاية طمنراست مزاولة الدراسة بقسم خاص تمهيدا لإدماجهم في الأقسام العادية. نجد السعداء أن نرى الفرحة في أعين أولياء هؤلاء التلاميذ الذين أبناؤنا يعانون من التوحد، وهذه المبادرة منبثقة من خلال تعليمات السيد ولي الولاية بحيث أن يفتحوا أقسام خاصة على مستوى المؤسسات التربوية بقرار مع مديرية النشاط الاجتماعي، وهذا من أجل تكفل بأبنائنا سواء تكفل ماديا ومعنويا حتى نحاول ندمجهم في أقسام عادية. التعليمة جاءت بعد مجهودات جبارة من طرف جمعيات ناشطة بإقليم المنطقة وأولياء الأطفال على حد سواء. مبادرة حسنة إن شاء الله، نتمنى من المؤطرين أنهم يتفهموا هاد الدراري والأولياء نتاعهم ويساعدوهم ويخرجوا إن شاء الله ويندمجوا مع المجتمع تدريجيا. شكرا على المبادرة ولو أنها جت متأخرة، بصح الحمد لله. قال لك أن تصل متأخرة خير أن لا تصل أبدا، وأن تشعل شمعة خير من أن تسب الظلام. إن شاء الله كي يفتحوا لهم هذا القسم إن شاء الله في يوم من الأيام سمعوا طفل من الأطفال تحصل على شهادة تعليم ابتدائي. عندنا يسمى تقريب واحد العامين والله هكا احنا ننتظروا يسمى باش على الأقل يديروا لنا قسم يولوا يسمى لأولادنا يسمى هادو يسمى يقراوا يسمى على الأقل يسمى يدخلوا في المجتمع. نتمنى إن شاء الله الاستمرارية في هذه المبادرة لأن أولادنا يحتاجوا لهذا المثل من القسم هذا، لأنهم يحتاجوا القسم كما هذا لأنه عنده فعالية بالنسبة لهم هما باش يتطوروا، لأن الأقسام العادية ما يقدروش يواصلوا في هذا لازم القسم الخاص هذا. هي أيضا بادرة من شأنها أن تشجع التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة على بذل مجهودات أكثر، ومثلها تغرس أيضا روح المنافسة وتحفزهم على رفع مستواهم التعليمي على أن تعمم عبر كافة ولايات الجمهورية.